الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابنا الكرام مشاهدي قناة اعرف دينك، مشاهدينا الكرام، في ليلة من ليالي رمضان، من الليالي الرمضانية مع انتصارات رمضان مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، هنعرف النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي هيفاجئ أهل مكة بدخوله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قابل أبو سفيان واداله الأمان وأسلم أبو سفيان وقال له يا أبا سفيان من دخل دارك فهو آمن، إن أنت راجل بتحب الفخر يا أبو سفيان فهندي لك ديت، يلا زي بعض مش مشكلة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس عايزك تقف أنت وأبو سفيان يعني عشان تبقى حرب نفسية شوية عند أول الوادي كده وإحنا خارجين منه رايحين داخلين على مكة. قال له ماشي. كل ابو العباس وقف بقى ابو سفيان عند اول الوادي والجيش بقى طالع من الوادي وطالع على مكه المكرمه، فتمر بيه القبائل كل قبيله شايله الرايه بتاعتها. يقول عباس من هذه؟ يقول له سليم. قال له قال مالي ولا سليم؟ قال ايه اللي جرى لسليم؟ لا هي اسلمت ولا ايه؟ هم ايه استغفر الله العظيم اهتدوا هم اسلموا ولا ايه؟ تمام. يمر عليه مين دول عباس؟ قال له هذه جهين. قال له مالي ولا جهين؟ مين دول؟ قال له دي مزين. قال له ماله ولا مزين؟ تعد عليه قبيله 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 كل شويه يقول مالي ولا فلان، مالي ولا فلان، مالي وفلان. الناس دي كانت بعيده خالص، معقوله اسلموا؟ معقوله يدخلوا الاسلام؟ دول ناس شرسه جدا وكانت بعيده عن الدين خالص، بقى دول هيدخلوا الاسلام؟ تمام. لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى جه دوره، مر بقى المهاجرين يمينه والانصار شماله لابسين الثياب الخضراء لا يظهر منهم الا الحدق ولابسين الخوذ والتروس والسلاح. يشوف بقى العرض النفسي، تمام، مش باين منهم غير عينيهم. سيدنا سعد ابن عبادة شايل راية الأنصار، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتيبة. يوم يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مين دول يا عباس؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه المهاجرون والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ده ما حدش يقدر على الناس دول، ما بالنا بقيت قبائل العرب اللي معاك. ثم قال والله يا أبا الفضل، أبو الفضل اللي هو سيدنا العباس، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنه ليس الملك إنها النبوة. كانت راية الأنصار زي ما احنا قلنا مع سيدنا سعد بن عبادة، لما مر بأبي سفيان حب يغيظه، قال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. لما عد النبي قال له يخلصك كده يا رسول الله اللي قاله لسعد بن عبادة؟ قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي كذا وكذا وكذا، ينفع يعني؟ تمام. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني مهما كان درايز برضه ده ممكن يرجع يقلب لنا الدنيا. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يراضي أبو سفيان، قال له بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد بن عبادة، قال طب ما أنت تشيل الراية من سعد بن عبادة، وده راجل من الخزرج، ده راجل من الشوية، ما هو برضه هيحصل فتنة في الجيش. لا، ما هو من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم شال الراية من سعد بن عبادة وادها القيس بن سعد بن عبادة، أو زدت في دقيقنا ما خرجتش بعيد، وفي نفس الوقت راضى ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه. ابو سفيان لما شاف المنظر دوت كله طلع يجري على مكة، يا اهل مكة ايه يا جرع؟ قال له قد جاءكم محمد لا فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن. شفت ازاي؟ مع ان النبي اداله ثلاث اختيارات، اللي يدخل المسجد الحرام امن، اللي يدخل بيته ويقفل على نفسه آمن، اللي يدخل بيت أبو سفيان آمن، بس هو عشان راجل بيحب الفخر ما قال لهمش غير الحتة بتاع اللي يدخل بيت أبو سفيان. شوف النبي فهم النفسية بتاعته ازاي. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وبعدين بقى طلعت له مراته، جالك القاضى يا أبو سفيان، آمنت مسكت شنبه وقالت له اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين. الحميت الدسم اللي هو يعني ايه؟ مش عايزين نتكلم على الكرش يعني، اللي هو ليه كرش كبير قوي قوي قوي، تمام، ومن فوق وتحت رفيع. الأخمش الساقين يعني يمشي رجليه كده ايه يعني مبعيدة عن بعض شوية.
اقتلوا الحميتة الدسمة الأخبش الساقين قبح من طليعة قوم. بقى ده الرئيس بتاعنا ده، تمام؟ قبح من طليعة قوم. قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. يعني أدرك هتلم الناس دي كلها، لهم بس يتفلقوا بقى. ومن دخل مسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس في دورهم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل خطة للدخول إلى مكة المكرمة. سيدنا خالد بن الوليد هيدخل من أسفل مكة اللي احنا بنسميها دلوقتي العزيزية أو محبس الجن، أو عايز تقول مثلا من أسفل مكة. وسيدنا الزبير بن العوام يدخل من أعلى مكة اللي احنا بنسميها دلوقتي، يدخل من عند مسجد التنعيم من فوق. وفي مجموعة ماشية على رجليها دي بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، هتدخل من النص، تمام؟ ومعاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنشوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة المكرمة تبقى عاملة ازاي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.